بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بينه وبين آخر الرسل الذين قبله أكثر من 600 سنة، بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، على حين فترة من الرسل، كما قال جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل واندراس من السبل، لأن رسالات الأنبياء السابقة قد حرفت وغير فيها وبدل فيها ولم تبق على أصلها، وانتشرت الوثنية وعبادة الأصنام، فاندرست السبل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واحدا في الأرض يواجه أهل الأرض، عربهم وعجمهم، بل يواجه الجن والإنس ثقلين. رسالته صلى الله عليه وسلم عامة، وبعثه الله سبحانه وتعالى في مكة وحيدا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر زوجه خديجة رضي الله عنها بما حصل له من بدء الوحي، وشكى ما وجد من الفزع، فهدأته رضي الله عنها وسكنت من روعه، واستدلت بصفاته الكريمة أن الله لا يخزيه أبدا، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، تقري الضيف، تحمل الكل، تكسب المعدم، تعين على نوائب الدهر. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان نصرانيا قرأ في كتب التوراة والإنجيل، كان على الدين الصحيح، كان على الدين الصحيح، كان عالما بالكتب السابقة، فذكر له ما لقي وأسمعه شيئا من القرآن الذي نزل عليه، فقال: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني جبريل عليه السلام، ويعني أيضا القرآن الذي سمعه. ثم إنه هدأ من روعه وطمأنه، لأن هذا من عند الله عز وجل، وأن هذا هو الذي كان ينزل على الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم اطمأن بعد ذلك، حتى أنزل الله عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا تنبئ أهله صلى الله عليه وسلم، فكان بذلك نبيا. ثم أنزل الله عليه سورة المدثر، أمره بالإنذار، أمره بالقيام والإنذار والدعوة إلى الله عز وجل، فقام يدعو إلى الله في وسط كافر وثني عتاة، فلقي ما لقي من أذاهم، ولكن مع هذا أسلم من أراد الله هدايته من أفراد الناس.
أسلم معه أفراد قليلون على خفية من قريش بتهديد من قريش. ثم أسلم حمزة رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلم عمر بن الخطاب، وكان رجلين قويين مهابين، فبإسلامهما قوى الله المسلمين، وصاروا يخرجون إلى المسجد الحرام ويصلون معهم هذان الرجلان العظيمان، معهما حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. استمر صلى الله عليه وسلم في دعوته، كان يستجيب له الأفراد على خفية على خوف من المشركين وتهديدهم. ولما اشتد ضغط المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خصوصا الذين ليس لهم قبائل تحميهم من المستضعفين، تسلط عليهم الكفار أكثر من غيره، فأذن صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم. وكانت الحبشة على دين النصارى، وكان فيها ملك قالوا له النجاشي، كان نصرانيا لكنه كان رجلا عادلا لا يظلم أحد عنده، فهاجروا إليه وهم قلة رجالا ونساء، فآواهم ودافع عنهم النجاشي، وعاشوا عنده آمنين متمسكين بدينهم. ولكن أنتم تعرفون حالة الغرباء الذين فارقوا وطنهم، فبلغهم أن قريشا أسلمت، ففرحوا بذلك وعادوا إلى مكة. فلما قربوا منها وجدوا أن الخبر ليس بصحيح، وأن قريشا ما زالت على كفرها، فلم يدخلوا مكة إلا بأمان، لم يدخلوها إلا بأمان. واشتد هذا قريش على المسلمين، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية، تسمى بالهجرة الثانية. وكان ممن هاجر الهجرتين عثمان بن عفان رضي الله عنه، هاجر إلى الحبشة الهجرتين، ومعه رقية ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل المشركون رجلين، عمرو بن العاص قبل أن يسلم، وأرسل معه رجلا آخر، وأرسلوا معهما هدايا للنجاشي، وطلب منه أن يرد المهاجرين الذين عنده، فأبى النجاشي أن يردهم، ورد الرسولين خائبين. ثم توالت الأحداث والمضايقات على من بقي في مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من معه في مكة، فأذن لهم بالهجرة إلى المدينة. لما قدم ناس من الأوس والخزرج للحج، قدموا للحج، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يعرض نفسه على القبائل في منازلها في الحج، فصادف أن جاء ووجد الأوس والخزرج عند جمرة العقبة، قريبا من جمرة العقبة، فدعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، فقالوا هذا هو الرجل الذي تتهددكم به اليهود، تقول ليبعثن نبي ونكون معه فنقاتلكم، اسبقوا إليه قبلهم. فآمنوا به، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وكانوا عددا قليلا. ثم ذهبوا إلى قومهم بعد الحج ودعوهم إلى الإسلام، فأسلم عدد كثير من الأوس والخزرج. ثم عادوا إلى الحج في السنة التي بعدها أكثر مما كانوا في السنة الأولى، يزيدون على 70. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة البيعة الثانية على أن يهاجر إليهم،
وأن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم. فعند بعد ذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الهجرة إلى إخوانهم في المدينة، إلى الأوس والخزرج في المدينة، فهاجر العدد الكثير على خفية وعلى مطاردة من الكفار، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أصحابه أو بعد من هاجر من أصحابه، ثم أذن الله له بالهجرة وأن يلحق بأصحابه، فخرج هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مختفيين، اختفيا في غير ثور، وبحثت قريش عنهما في كل مكان ووضعت الأموال والجوائز لمن يأتي بهم أحياء وأموات، حتى إنهم جاءوا ووقفوا على الغار وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فأخذ الله أبصارهم فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهم عند أقدامهم، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأعمى الله بصائر المشركين ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا خائبين، وأنزل الله في ذلك: إلا تنصروه قد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وبعد أيام، وبعد أن يئس المشركون من العثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ركب الرواحل، خرج من الغار ومعهم الدليل يدلهم الطريق، وذهبوا إلى المدينة وقدموها، قدموا المدينة بسلامة الله، استقبلهم المسلمون من الأوس والخزرج والمسلمون في المدينة مبتهجين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان من مبدأ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كثر المسلمون المدينة من المهاجرين والأنصار، ووجدوا الدار والمأوى والإخوان من الأنصار رضي الله عنهم الذين واسوهم بأنفسهم بأموالهم. فعند ذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، القتال في سبيل الله، وفرض القتال لما صار للمسلمين شوكة وقوة، وصار مع الرسول صلى الله عليه وسلم قوة من أصحابه ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في الجهاد. حصلت معارك في بدر وفي أحد، في الخندق، في غير ذلك من السرايا والبعوث التي كان يبعثها صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في السنة الثامنة بعد صلح الحديبية خرج بأصحابه صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة في رمضان، ومعه 10,000 من جند الإسلام من سنين قليلة ليس معه إلا أبو بكر حينما قدم إلى المدينة. في السنة الثامنة خرج ومعه 10,000 مسلح مدججين بالسلاح، فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا،
أنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بدلا كانوا في الأول يسلمون أفرادا مستضعفين، صاروا يأتون إلى الرسول أفواجا ويعلنون إسلامهم ويبايعونه، فانتصر دين الله عز وجل. إذا جاء نصر الله، هذا نصر الله والفتح، أي فتح مكة. وأما قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فهذا في صلح الحديبية، سماه الله فتحا لما ترتب عليه من المصالح العظيمة، وهو مقدمة لفتح مكة. فدخل الناس في دين الله أفواجا، ثم حج بالناس صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ومعه 100,000 أو يزيدون، 100,000، الذي خرج ثاني اثنين ما مضى 10 سنين إلا معه أكثر من 100,000. حج بالمسلمين ووادعه صلى الله عليه وسلم، سميت حجة الوداع. وأنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش صلى الله عليه وسلم بعد الحج إلا 2 شهر وأياما، توفاه الله ولحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام بعدما أتم الله به الدين وأكمل عليه وعلى المسلمين النعمة، وترك أمته على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وهؤلاء هم الصحابة مع إخوانهم من المهاجرين والأنصار وكل من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم الصحابة، قالوا لهم الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتازوا بهذا الاسم على غيرهم ميزة لهم على سائر الأمة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه 2 أو 3. تسمى القرون المفضلة، وأفضلها قرن الصحابة، فهم أفضل الأمة على الإطلاق، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف الله جل وعلا بين نشأتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا حتى تكاملوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صفات عظيمة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم أي صفتهم، هذا موجود في التوراة من صفات صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا على طبق الوصف الذي ذكره الله في التوراة التي أنزلها الله
على موسى عليه السلام. ذلك مثلهم أي صفتهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام أي صفتهم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كزرع، الزرع والماء ينبت ضعيف على قصبة واحدة ضعيفة، ثم هذه القصبة يخرج لها فراخ، أخرج شطأه يخرج لها فراخ، ثم هذه الفراخ تقوى وتساعد الأصل الذي هو القصبة الأولى، فآزره فاستغلظ فاستوى أي تم على أحسن وجه على سوقه، هذا الزرع استوى على سوقه. سوق جمع ساق، كل سنبلة على ساق، استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالصحابة هكذا نشأوا شيئا فشيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم في أول ما بعثه الله سأله سائل فقال له من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد، حر وعبد فقط، أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، حر وعبد. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء، لأن مخالفيهم كثيرون وأعداؤهم كثيرون في آخر الزمان، ولا يثبت على الدين إلا الغرباء بين الناس، والغريب هو من يعيش مع غير جنسه ومع غير بلده، هذا هو الغريب. هذا يدل على نشأة الإسلام، أنه نشأ من قلة ثم زاد وزاد وزاد حتى تكامل، ولما تكامل توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قام الرجال من أصحابه بحمل دينه والدعوة إليه ونشره في المشارق والمغارب والجهاد في سبيله حتى بلغ المشارق والمغارب على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشرون العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله حتى استنار هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وبلغ مبلغ الليل والنهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم هم أفضل القرون، لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، وكل من جاء بعدهم فهو دونهم في الفضيلة ولا يسبقهم أحد. حسبك أنهم صحابة رسول الله الذين رأوه وآمنوا به وتلقوا عنه العلم وجاهدوا معه صلى الله عليه وسلم، آووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. والصحابة تكونون من المهاجرين والأنصار، المهاجرين الذين هاجروا
من مكة ومن ديارهم إلى دار الهجرة لنصرة الإسلام، والأنصار الذين آووا المهاجرين، آووهم عندهم، حموهم وواسوهم بأموالهم وبيوتهم حتى صاروا لحمة واحدة، ولهذا قال سبحانه لما ذكر قسمة الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الذين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، شهد الله لهم بالصدق وحصر الصدق فيهم لكمال مدحهم رضي الله عنه. أخرجوا من ديارهم، ما قال خرجوا، قال أخرجوا، أخرجهم الكفار، ولا هم يبون ديارهم، يبون بلدهم، وهذه فضيلة لهم أنهم أخرجوا من بلدهم ومواطنهم وبيوتهم ومع هذا صبروا، أخرجوا من ديارهم، صبروا على الإخراج، ما جاملوا الكفار وقالوا اتركونا وحنا نسكت ولا نسوي شيء، لا، تمسكوا بدينهم فأخرجوهم، أخرجوا من ديارهم للنزهة ولا للتجارة ولا، يبتغون فضلا من الله ورضوان، هذا قصدهم، تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، هذا هدفهم، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين، هل حاز أحد على هذه الفضيلة غير المهاجرين الذين شهد الله لهم من فوق سبع سماوات؟ أبدا، من بعدهم له فضل لكن ما يصل إلى درجتهم. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذه صفات الأنصار رضي الله عنه، الله جل وعلا أثنى بها عليهم، وحكم لهم بالفلاح، فأولئك هم المفلحون. أما من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين إلى أن تقوم الساعة على الإيمان وعلى، فهم دونهم في الفضل. والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الذي يجب علينا، يجب على كل مسلم أن يتصف بهذه الصفة التي ذكرها الله في حق المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي بغضا وحقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيجب علينا أن نكون كذلك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم، يقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سلامة ألسنتهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هكذا يجب أن يكون موقفنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يبغض الصحابة ويكفرهم ويلعنهم ويذمهم فهذا ليس من المسلمين، هذا ليس من المسلمين، لأنه ما أبغضهم لأشخاصهم، وإنما أبغضهم لصفاتهم وما قاموا به من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته وحمل هذا الدين من بعده ونشره في المشارق والمغارب، ما أبغضهم إلا لذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فالذي يبغض الصحابة يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال: ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو منافق، ليغيظ بهم الكفار. لا يغتاظ من صحابة رسول الله ويبغضهم ويسبهم ويتنقصهم إلا كافر أو منافق، وإن كان يزعم أنه مسلم. المسلم لا يبغض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسبهم، وإنما يعتقد فضلهم ويدعو لهم ويترحم عليهم ويحبهم حبا شديدا، لحب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أن إنسانا تصدق بمثل جبل أحد من الذهب ما يساوي هذا المد من الشعير يتصدق به صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نصف المد ولا نصيفة، جبل من الذهب لا يساوي المد من الشعير أو نصف المد. ما الذي جعله هكذا؟ فضل الصحابة رضي الله عنه، فالصدقة منهم أفضل من الصدقة من غيرهم لهذا الفضل العظيم. فمن هو الذي يتنقص الصحابة أو يسبهم أو يحط من قدرهم إلا من ليس في قلبه إيمان، بل في قلبه حقد وغل. الله جل وعلا يقول: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فواجب الصحابة وحقهم علينا أن نحترمهم وأن نجلهم وأن نحبهم وأن نقتدي بهم وأن نتبع آثارهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يحب، الله يحبهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم، وكل من في قلبه إيمان فإنه يحبهم ولا يبغضهم إلا من ليس في قلبه إيمان، إما كافر وإما منافق، نسأل الله العافية. فنحن نذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالثناء والدعاء والإجلال، ترحم عليهم، تعظيمهم كما يجب من غير غلو ومن غير تساهل، بل نحبهم كما أمرنا الله بذلك وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما قاموا به من أعمال جليلة لم يقم ولن يقوم بها غيرهم ممن جاء بعده. أيضا من حقهم علينا ألا ندخل فيما حصل بينهم من الاختلاف في آخر الأمر بسبب دعاة الضلال والأعداء الذين دخلوا في مجتمعهم ونشروا الفتنة من دسائس اليهود، حتى قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، وحتى شبت الفتنة، فلا ندخل فيما شجر بينهم ولا نخطي أحدا منهم، وندعو لهم بالمغفرة لأنهم جرى ما جرى بينهم بغير اختيارهم، وإنما هي فتنة اشتعلت بينهم جلبها أعداء الله ودسوها بينهم، ولأنهم مجتهدون، والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. فهم ما فعلوا ما حصل من بعضهم إلا عن اجتهاد تحري للحق ويريد نصرة الدين، ما فعلوا هذا عن عداوة ولا عن محبة للدنيا أو محبة للرياسة، نزههم الله عن ذلك. وإنما الأعداء اندسوا بينهم، وأول من اندس ابن سبأ اليهودي، حرض على عثمان رضي الله عنه وانضم إليه السفهاء من بعض البلاد، ثم في النهاية جاءوا كأنهم يريدون التفاوض مع عثمان، يريدون التفاوض مع عثمان، هذا الذي أظهروه، وهم يريدون قتله، يريدون التفاوض. وجاءوا في وقت الحج لما كان الصحابة أكثرهم في الحج، جاءوا يريدون التفاوض مع عثمان رضي الله عنه لأنهم من رعيته ويريدون التفاوض معه، بينما انقضوا عليه في الليل، تسوروا عليه وقتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنه. هذا ما حصل، فنحن نترضى عنهم، نترحم عليهم وندعو لهم، ولا ندخل أبدا ونخطي أحدا منهم، ولا ندخل فيما شجر بينهم. فمن وصول أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، ولا نتلمس الأخطاء لبعضهم كما يفعل المنافقون، فلان من الصحابة فعل كذا، فلان فعل كذا، لا يجوز هذا، لا يجوز، لأنهم صحابة رسول الله، مغفور لهم ما حصل منهم، فهو مغفور لهم لسابقتهم في الفضل ولصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا أبدا ما نتلمس لهم المعايب، لا لجماعتهم ولا لأفرادهم، ولا نطعن في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلافة بالإجماع ثبتت لأبي بكر بعد الرسول، ثم من بعده لعمر، ثم من بعد عمر لعثمان رضي الله عن الجميع، ثم من بعد عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن طعن في خلافة بعضهم فهو أضل من حمار أهله. هذا بإجماع المسلمين، وإنما قدموا من قدموا
لفضله وسابقته في الإسلام، فنحن لا نطعن في خلافتهم ولا نشك في فضلهم ولا نقدم إلا من قدمه الله ورسوله بالفضل، هكذا نعتقد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نستمع لما ينشر في الكتب من الأكاذيب على الصحابة أو الطعن في بعضهم، ولا نستمع إلى ما يلقى في بعض الفضائيات، كل هذا من الباطل ومن الطعن في الإسلام، هذا من الطعن في الإسلام وهو من دسائس اليهود والنصارى، ولكن لن يضر الإسلام ولن يضر الصحابة، وإنما يضرون أنفسهم أو يضرون من انخدع بهم من المسلمين، فلنكن على حذر من هذه الدسائس وهذه التشكيكات وهذه الأعمال الخبيثة التي يريدون أن يتنقصوا صحابة رسول الله، إما جماعتهم وإما أفرادهم، أو يطعنوا في خلافتهم أو غير ذلك، إنما يريدون تقويض الإسلام، لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا الدين وبلغونا إياه، حملوا القرآن، حملوا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول، فإذا طعنوا في الواسطة طعنوا في الدين، وهذا قصدهم، قبحهم الله، نكن على حذر منهم، ولا ننحاز لبعضهم، ننحاز لأهل البيت ونهجر البقية أو نبغض البقية، أهل البيت الصالحون منهم من الصحابة لهم فضل القرابة وفضل الصحبة، بعضهم له فضل الصحبة والقرابة، وبعضهم له فضل القرابة ممن جاء بعد الصحابة له فضل القرابة، نحن نحبهم ونجلهم ونحترمهم لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بقوله الله الله في أهل بيتي، فنحن نحبهم لحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحترمهم لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم ولأجل فضلهم ومكانتهم ولأنهم إخواننا في الدين، أما أن نغلو فيهم أو نقدمهم على من هو أفضل منهم أو نعتقد لهم العصمة وأنهم معصومون وأنهم ينسخون ما شاءوا من الوحي ومن الشرع ويتركون ما شاءوا، فهذا من الباطل ومن الغلو ومن الغلو في الدين، فهذا هو واجبنا نحو قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم محبة نبينا ومحبة أصحابه ومحبة المؤمنين عموما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لك سماحة الوالد وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك. نستأذنك حفظك الله في عرض بعض أسئلة الإخوة. هذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله، نحبك في الله، ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا من يخالطوننا في بعض أعمالنا؟ لا شك أن هذا من الابتلاء والامتحان، ولكن من اقتصر شره على نفسه ولم يجهر بما عنده نحن نتركه ولا ندخل معه في شيء، أما إذا أظهر شره فنحن نمنعه من ذلك وندحر الشبهات ونرد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما رأيك حفظك الله في المناظرات الفضائية مع أهل البدع لكشف عوارهم؟
إذا أظهروا شرهم وشبهاتهم فلا بد من الرد عليهم في الفضائيات وفي غيرها، ولا يجوز السكوت عنهم. ينشرون شرهم فيؤثر على الجهال وعلى أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز السلام على الرافضة الاثني عشرية ولدعوتهم وهدايتهم والتحبب إليهم لكي يقتربوا من أهل السنة؟ أولا تدعوهم إلى الهداية وتبين لهم، فإذا قبلوا سلم عليهم وإذا لم يقبلوا فاتركهم. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع بين فينة وأخرى انتقاص واضح وصريح للصحابة رضي الله عنهم من أهل البدع، وخاصة أيضا من بعض كتابنا، فماذا ما هو واجبنا؟ أحسن الله إليك. نعم، الذين يتكلمون للصحابة لا يخلون من أحد أمرين: إما أن يكونوا منافقين يبغضونهم، وإما أن يكونوا جهالا يقرؤون ما كتب بدون تمييز، أو يسمعون ما قيل بدون تمييز فيؤثر ذلك فيهم. الواجب أن نكون كما جاء في الكتاب والسنة مع صحابة الرسول، أن نقتدي بهم وأن نحبهم وأن نترحم عليهم ونستغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الضابط الشرعي في الرد على المخالف أيا كان؟ الضابط هو الدليل. إذا كان عندك أدلة صحيحة والمخالف خالفها إنك ترد عليه بمخالفته للدليل الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نعرف منهج أهل السنة والجماعة عموما في أمور العقيدة في الصحابة وغيرهم؟ يا أخوان، هذا ما هو مجهول ولا هو مغمور، هذا موضح في الكتب، في الكتب المطولة والمختصرة والعقائد. أي كتاب من كتب العقائد تجد فيه ذكر الصحابة ووجوب محبتهم والثناء عليهم والنهي عن بغضهم وعن سبهم، هذا موجود في كتب العقائد. أقربها العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم تكفير عامة الشيعة، هل هم يكفرون أم لا؟ علينا منهم، المهم إحنا ما جينا نكفرنا إلا من تبين له الحق ورفضه، هذا يكفر. أما من كان جاهلا أو مقلدا فهذا يبين له، فإن أصر إنه يكفر. نعم. يقول: أحسن الله إليك، نجد أن بعض التغريبيين يستغلون أسماء الصحابة رضي الله عنهم كخديجة وغيرها في تمرير مشاريعهم التغريبية، فما هو واجبنا وما نصيحتكم؟ أحسن الله إليكم. الواجب أن نبين خطأ هؤلاء، وأن نبرئ الصحابية خديجة، ونبين مكانتها، وأن هذا تدنيس لاسمها، ينسب إليها السفور، ينسب إليها ما جرى في الاحتفال من منكرات، ينسب إلى خديجة. هذا من إهانة أم المؤمنين ومن تدنيس اسمها، وإلا هي برأها الله من ذلك ولا يدنسها، لكن يدنسون اسمها عند الناس، كما قال بعض المشايخ: الأولى أن يسمى هذا المؤتمر، أن يسمى مؤتمر هدى الشعراوي، ما يسمى منتدى خديجة. نعم، يسمى منتدى هدى الشعراوي لأنه على منهج هدى الشعراوي، هو على منهج خديجة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من يقول إخواننا من الشيعة من أجل الدعوة والتقريب، لا يجوز هذا يا إخوان، لا تقول إخواننا إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. إذا تابوا إلى الله، في من يقول النصارى إخواننا والمسيحيون إخواننا، هذا لجهلهم أو لعنادهم، لا يجوز تقول لهؤلاء إخواننا، إنما إخواننا أهل الإيمان وأهل الإسلام والمؤمنون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: نصيحتكم لمن يرى تكفير قادة هذه البلاد أو علمائها، خاصة أن بعضهم ابتلي أن يكون من أبنائنا. ما علمنا من قادة هذه البلاد ولله الحمد إلا الخير،
ونحن نعيش تحت ظلهم وحكمهم، ولا ما نقول إنهم معصومون وأنه لم يحصل منهم أخطاء، يحصل منهم أخطاء، لكن نقول فيهم خير كثير، ونسأل الله لهم الهداية والمزيد من فضله. وهؤلاء يريدون شق عصا الطاعة، الذين يقولون هذه المقالات يريدون شق عصا الطاعة وتفريق المسلمين، هذا قصدهم، وأظنهم مدفوعون من الكفار ومن العدو، نحن نحذر منهم، يفرقون جماعتنا ويشقون عصا الطاعة، فلا نرضى بهذا أبدا. نعم، هم يعيشون الآن، يعيشون تحت ظل هذه الحكومة وهذه الدولة، ويكفرون النعمة، يعيشون تحت ظلها ويكفرون النعمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو توضيح موقف المسلم من الفتنة التي حدثت بين الصحابة، وهل من المناسب أن يتكلم عنها في بعض القنوات لتبيين المنهج الشرعي في ذلك، أو بعض الأشرطة التي خرجت تبين تلك الفتنة؟ سمعتم في أثناء الكلام أن من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقال عنهم كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية ما ينسب إليهم إما أنه مكذوب ولا أصل له وهذا هو الغالب، وإما أنه عن اجتهاد والمجتهد مغفور له إذا كان قصده الحق فهو مغفور له، إذا كان من أهل العلم واجتهد فهو إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر واحد. ومن أعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا، ما ينسب إليهم وهو على فرض أنه صحيح فهو مغفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم مغفور لهم، أنهم مغفور لهم، أخبر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. والله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عن المؤمنين، رضي عنهم خلاص. تجي أنت تقول لا هذول مخطئين ولا يدخلون تحت رضا الله، الله رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. وذكر المهاجرين والأنصار، ذكر أن المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تؤون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وذكر الأنصار وقال في ختام ذكرهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أن تستثني تقول لا فيهم ناس ما هم صادقون، فيهم ناس ليسوا من المفلحين، تستدرك على الله سبحانه وتعالى، كفى بهذا ضلالا. يا أخي، ما الله كلفك في أن تبحث، ابحث عيوب نفسك إن كان عندك صدق، ابحث عيوب نفسك أنت، واترك عيوب الناس عموما فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الرد على هؤلاء في الفضائيات أو في الكتابة أو في التأليف شيء واجب عند من يستطيع هذا، وأما من لا يستطيع فإنه يسكت ويحمد ربه على العافية، ويسكت ويمسك لسانه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا يسأل، وهي أسئلة كثيرة جاءت حول صحبة الصحابة في الجنة، هل يشرع أن ندعو الله جل وعلا بأن نرافقهم في الجنة، وكيف نصل إلى ذلك؟ نعم، نقول: اللهم اجمع بيننا وبينهم في الجنة تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا معهم واجمعنا بهم. وفي الحديث: من أحب قوما حشر معهم، قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول:
ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم حيث أنها بدأت تنتشر فتوى الإباحة في بعض الصحف والمجلات؟ الله العافية، لا يجوز تهنئتهم بالباطل، هذا باطل، هذا زور. سمى الله أعياد الكفار بالزور، قال جل وعلا والذين لا يشهدون الزور، والزور هي أعياد الكفار، سماها الله زورا، فنحن لا نشهدها ولا نحضرها ولا نساعدهم عليها ولا نهنيهم بها ولا نأكل من طعامهم فيها ليصنعونه فيها، لا نشاركهم بأي وجه من الوجوه، نتبرأ منهم ومن دينهم. واللي أفتى بهذا ما تفكر في العواقب ولا تفكر في الأدلة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: من أراد أن يطلب العلم وهو الآن مستجد في الجامعة، فبماذا تنصحه حفظك الله؟ من أراد أن يطلب العلم وهو الآن مبتدئ في الجامعة، فبماذا تنصحه حفظك الله؟ يا أخي، ما دام في الجامعة هو يطلب العلم، يستمر في الجامعة ويدرس دروسه ويتقنها وهو في طلب العلم، ما دام أنه في الجامعة فهو في طلب العلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب من مصر، هداني الله عز وجل إلى الاستقامة وحب السنة أثناء إقامتي بدولة الإمارات، ولما رجعت إلى مصر وجدت اختلافا في المناهج، فمن ألزم وبماذا تنصحني حفظك الله؟ أن تسعى في الإصلاح، ما دام عرفت الحق تسعى في نشره وتعليمه للناس والدعوة إليه، وجزاك الله خيرا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: نسأل عن حكم العمل في البنوك ومن يذهب إليهم، هل يعد متعاونا معهم؟ الله جل وعلا وسع الرزق ووسع المجالات الكسب، والبنوك تتعامل بالربا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن آكل الربا ومن أعانه على ذلك، والموظف في البنوك يعينها على ذلك، فيجب أن يتجنب البنوك الربوية، البنوك الربوية تجنبها ولا يشتغل فيها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: سماحة الوالد غفر الله لك، ما توجيهكم في من يقول بأن إظهار العقيدة الباطلة للرافضة عبر القنوات الفضائية وبيان ما هم عليه من باطل أنها تسبب الفتنة بين أصحاب الوطن الواحد، مع أن ذلك كان هناك؟ هم احنا ما بدأناهم يا أخي، هم اللي بدأوا، هم اللي سببوا الفتنة، نسكت عنهم؟ أما لو بدأناهم صحيح نقول ما نحن ما نثير الفتنة، لكن هم الذين بدأوا، صاروا يسبون الصحابة ويسبون أم المؤمنين عائشة ويتكلمون، نسكت عنهم؟ إذا سكتنا قالوا هذا صحيح، قال الناس هذا صحيح، فنحن نرد الباطل. نعم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ما يسكت الإنسان على مثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: كلمة توجيهية لأولياء الأمور، أولياء أمور الطلبة الذين يبتعثون إلى بلاد الكفر وهم في سن المراهقة، وأيضا نصيحة لأبنائنا المبتعثين هناك. هؤلاء القصار والصغار والذين لم يدركوا شيئا يتمسكون به من دينهم وأخلاقهم لصغرهم أو لسفههم، هم في ذمة آبائهم، هم المسؤولون عنهم، فإذا أبعثوهم أو سكتوا عن بعثتهم فإنهم ضيعوهم وسيسألون عنهم يوم القيامة، لأنهم في ذمتهم وهم المسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. نعم، وننصح المبتعثين أن يتقوا الله وأن يحافظوا على دينهم، أن يحافظوا على دينهم، ما داموا ابتلوا بالابتعاث وباشروه عليهم أن يتمسكوا بدينهم وأن يحذروا من الفتن ويحذروا من دعاة الباطل، لأنهم أصبحوا بين ذئاب، يعيشون بين ذئاب، فعليهم أن يحذروا ويقتصروا على المهمة التي ذهبوا من أجلها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة هذه المقولة إن هذا العلم
دين فانظروا عمن تأخذون منه دينكم. نعم، هذه قالها بعض التابعين أو بعض السلف. صحيح، العلم دين، لا يؤخذ من كل من هب ودب، يؤخذ عمن هو ثقة، يؤخذ عن أهل العلم لا عن أهل الجهل، يؤخذ عن أهل التقى لا عن علماء الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض أئمة المساجد في خطبة الجمعة يرفع يديه بالدعاء للاستسقاء، ويرفع المصلين أيضا كذلك أيديهم قدوة بإمامهم، فهل هذا من السنة؟ هذا هو السنة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغيث في خطبة الجمعة رفع يديه، ورفع الحاضرون أيديهم وأمنوا على دعائه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول المسلم لأخيه المسلم أنت كافر وإن وصل به الحد إلى ترك الصلاة والتهاون فيها وعدم الزكاة؟ أيهما اللي وصل به الحد، القائل ولا المقول فيه؟ المقول فيه. المقول فيه ما يصلي؟ نعم. إيه، يقول له ترك الصلاة كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فهو يقول له لفظ الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له ترك الصلاة كفر بنص الحديث، فأتوب إلى الله وحافظ على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يحصل لي موقف يتكرر إذا كنت في زيارة المسجد النبوي وأسمع عند القبر من يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ماذا أعمل؟ هل أضربهم أو ماذا؟ أحسن الله إليكم. بلغ المسؤولين عن المسجد النبوي، بلغ المسؤولين، بلغ الرئاسة، رئاسة المسجد النبوي، بلغهم عما يجري حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من المنكرات لأجل أن يقوموا بمنعها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يأتيني الزبون يريد بضاعة قد لا تكون موجودة عندي أو تكون موجودة ولكنها ليست كافية للكمية التي يريدها الزبون، فأنا أتبايع معه ثم أوفرها له بعد الاتفاق على السعر لعلمي بسعرها، فهل هذا من بيع ما لا أملك؟ نعم، هذا من بيع ما لا تملك. قد جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حكيم يتاجر يبيع ويشتري، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ثم أذهب وأشتريه من السوق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. لا يجوز للإنسان أن يبيع إلا ما يملكه وقت العقد. ولهذا قال العلماء: من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع، وأن يكون المشتري مالكا للثمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يستدل بعض أهل الضلال في القدح في الصحابة رضي الله عنهم بحديث الحوض وفيه أصحابي أصحابي، يستدل بعض أهل الضلال في القدح في الصحابة رضي الله عنهم بحديث الحوض وفيه أصحابي أصحابي عندما يقول وسلم أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، ارتدوا، هذا في الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين ارتدوا. وهل الصحابة ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما يعني في الحديث ما زالوا بعدك مرتدين على أعقابهم، فهذا في الذين ارتدوا والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصاب الأموال بالريال السعودي لأجل الزكاة؟ 56 ريال بالفضة، ما هو بالريال السعودي الورق، لا، 56 ريال بالريال الفضة السعودي أو ما يعادله من صرفه عند الصيارفة. 56 ريال ماذا تساوي من الورق؟ ما بلغ فهو النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل معرفة الصحابة رضي الله عنهم فرض عين أم فرض كفاية؟ ما يتيسر هذا لكل أحد، هذا للمحدثين وللعلماء، ولكن حسبنا أن نترضى عنهم وأن ندعو لهم وأن نقتدي بهم، وأما إحصاؤهم ومعرفة عددهم هذا من اختصاص المحدثين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول، وهذا سؤال تكرر كثيرا، يقول: هناك من يتهجم على بعض المشايخ مثل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله ويصفه ببعض الأوصاف الغير مناسبة، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟
وما نصيحتكم للذين جعلوا من جرح العلماء والدعاء شغلا لهم؟ أحسن الله إليكم. هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون المشايخ، لا يضرون إلا أنفسهم. ولو فرضنا أن بعض المشايخ عنده بعض الخطأ، فإن كان حيا يناصح، وإن كان ميتا يستغفر له، لأنه أخوك تستغفر له، تسأل الله له المغفرة والثواب والأجر. نعم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هنا يحضر في هذا الجامع كثير من طلاب المنح في جامعة الإمام، ونصيحتكم لهم في بلادهم؟ نصيحتنا لهم أن يتقوا الله وأن يتزودوا بالعلم النافع، ثم إذا ذهبوا إلى بلادهم يدعون أهلها وينشرون العلم بينهم. وقد قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه عامة لكل المسلمين إلى أن تقوم الساعة، أنهم يأتون ويتعلمون على العلماء في بلاد العلم، ثم يذهبون إلى ديارهم ويدعون قومهم ويبينون لهم. نعم. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم هذا المجلس إن رأيتم أحسن الله إليكم باستسقاء، لعل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد. اللهم أمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم.